نتحدث عن حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وهو حديث رواه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأمم السابقة، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض. يعني هو الرجل لم يسأل عن عابد، وإنما سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، يعني الذي دلوه أو الذين دلوه لم يدلوا عليه على عالم، إنما دل على راهب يعني عابد لله سبحانه وتعالى. فأتاه فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فطبعا الراهب يعني لم يكن على دراية كافية بالأحكام والتعاليم لأنه ليس بعالم، فقال له لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال له الرجل العالم يعني نعم، ومن يحول بينك أو من يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل، انطلق يعني كما دلوا العالم، حتى إذا نصف الطريق يعني في منتصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، يعني الأرض التي كان ذاهب إليها ليعبد الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الناس، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث متفق عليه، وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. يعني سبحان الله، الله عز وجل رحمة به، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها، يعني تحرك بصدره نحوها. يعني كل هذه الروايات الصحيحة بتدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعني طالما جاء تائبا إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يقبل منه. فطنة العالم هنا بتكمن أنه قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن من شروط التوبة الإخلاء عن المعصية، أنك أنت طالما قتلت 100 نفس في مكان ما، فمعنى ذلك أن هؤلاء الذين كانوا في هذه البقعة ولا الناس الذين حولك لم يعينوك على طاعة الله، بل أعانوك على ليه؟ على المعصية. ولذلك الإنسان حينما يريد التوبة الصادقة الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن يغير جلساء السوء الذين كانوا يجلسون معه، لأنهم يعني سيعينوه يعني على معصية الله سبحانه وتعالى من ناحية، أو لن يثبتوه على توبته من ناحية من هذا الأخرى. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر واضح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة قبيح. فكذلك الصاحب السيء والجليس الصالح. وأيضا الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يدخل نفسه في مجموعة مؤمنة، مثل مجموعة المسجد، ويحيط نفسه ببيت الله سبحانه وتعالى دائما حتى لا يتوه في متاهات الحياة. انظر إلى العالم وهو يقول له: فاعبد الله معهم. لأن الإنسان سبحان الله حينما يندمج في بيئة إيمانية وحينما يندمج مع أناس صالحين فإنهم يعينوه على طاعة الله سبحانه وتعالى. هو التنافس في العبادة والتنافس في أمور الدين كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنما الإنسان لو ابتعد وصلى في بيته ويقول لك: الحمد لله أنا أصلي أنا أفضل من غير حتى ولو لم أذهب إلى المسجد،
وترك مع حاله دون أن يستمع إلى المواعظ أو دون أن يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان من الممكن أن يتغلب عليه، لأنه هو يعني يصارع نفسه الأمارة بالسوء، والشيطان والمجتمع والملهيات في الدنيا وصوارف الحياة، يعني أشياء كثيرة. لكن إن لم يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى يعني ويبتعد عن الأجواء الإيمانية، ويبتعد عن الأجواء التي ينشرح فيها الصدر ويطمئن فيها القلب وتتنزل فيها السكينة وتحفها الملائكة، فبالتالي من الممكن أن يقع فريسة للشيطان أو يقع فريسة للنفس الأمارة بالسوء. هذا بالنسبة لحديث الرجل الذي قتل 99 نفساً.